بداية يسعد مساكم جميعا كل الحضور والوجوه الطيبة. احنا عشيرة احياء صار واصدقائهم واقربائهم ونسائبهم نشكركم على الاستقبال الطيب من عشيرة الرمام نواة المرموري. اهلا وسهلا. وهي مش غريبة عليكم وانتم مقصدين يا عمي وعشيرة ما مش معروف عنها ان كل الحسب والنسب الطيب. فعشيرة احياء صار جايين نجدد زي ما قال اخويا معاذ جايين نجدد وناكد على النسب اللي بيناتنا وان شاء الله انها مسبحه وبتجر ان شاء الله السنه هاي يصير كلها خير النسب بيناتنا. فجايين احنا وجايين نطلب ايد بنتك ودعاء زياد المرموري لابننا محمد احمد عبد الرحيم الله يدعي ونسال الله تعالى انه يكون الجواب الايجاب ويتمم عليهم بالخير والصحة والسلامة والمحبة إن شاء الله ويكون إن شاء الله ربنا يرزقهم المال الحلال والبنين والبنات وهداة الباب. وهاي دعوة إن شاء الله كنا بندعيهم إياها إن شاء الله ربنا يتمم عليهم ويقدرهم على إنشاء أسرة مسلمة أردنية إن شاء الله في بناء المجتمع الأردني. وأنا من دائما من حص العروس بوصل العريس بقول له ربنا يتمم عليكم الخير وهاي العروس تحطها بعينك تحافظ عليها وتحفظها وتعزها وتكرمها زي ما هي عايشة عزيزة كريمة ببيت أهلها. فنسأل الله تعالى أن نسمع الطلب بالإيجاب وربنا يتمم عليهم بالخير والصحة والسلام إن شاء الله. علي أبو الليث العزيز الأخ الغالي على قلوبنا الحضور البهي ولن اسمحوا لي أن أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنت اليوم في بيتك ورمان عزوتك وعشيرتك وأبو الليث ليس فقط ابن عشيرة الحيصات وأبو السمن الكرام بل أنت الرجل الوطني الذي يمثل الصرق والبرقاء ما عرفناك إلا أسدا مهابا وبكم طريق المعالي. عرفنا مواقفك الرجولية والشهمة في كل محفل. يعني أنت من الوزراء الذين نحترمهم ونحترم أدائهم على الصعيد المهني ومن نعلم يقينا أنه لا يداهن ولا يقدم إلا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار فهذه تحسب لك دوما. الجهة الكريمة عشيرة الحياصات ومن حضر معهم اليوم نرحب بكم أيما ترحيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في مثل هذه المناسبات الكريمة والتي تجسد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى والتي جعلت من الأسرة نواة لتكوين المجتمع الصالح نتبع فيها هدي الرحمن وما جاء في وحي قرآنه إذ يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك المودة والرحمة لا تكون إلا عندما تكتمل أركان الزواج في شرع ربنا. فلا تكون الإنسان هانئا في عيش رغيد لا في مأكل ولا في ملبس ولو كان في قصر منيف إذا لم تكن المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها أسرته وإذا أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ولا يكون الطيبون إلا للطيبات كذلك يقول الله سبحانه وتعالى والطيبات للطيبون والطيبون للطيبات. لذلك فإن هذا الشمل عندما يكتمل كما جاء في وحي القرآن. وأنتم اليوم أتيتم إلينا طالبين ونحن لم نعتد أن نردكم خائبين ومثلك يطلب ويعطي يا أبو الليل. وقد كرمني أبناء العمومة أن أتحدث باسمهم وأنني لست بخيرهم إنما ذلك من حسن فضلهم علي ولا أفوقهم وجاهة ولا بلاغة ولا فصاحة في البيان. أما أكرمك الله يكرمك يا أبو الليث العزيز.
نحن في هذه الأيام المباركة نحتفل غدا باليوبيل الفضي لصاحب الجلالة، فمن الصوت الأبي نوجه تحية لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وللأسرة الأردنية على نسيجنا الوطني المتكاتف وعلى ما قدمته الأردن في مئويتها الأولى، ونأمل أن تبقى الأردن حصنا منيعا بعون الله سبحانه وتعالى، ونحن نرى ما يحيط بالأمة من مخاطر، ونوجه تحية لأهلنا البواسل المقاومة التي ثبتت على الحق، سائرين اللهم الله النصر في غزة رمز العزة. أما ما جاء في طلبكم يا سيدي الكريم فنرد عليكم بما قاله رسولنا الكريم في خطبة الوداع إذ أوصى الناس فقال أوصيكم بالنساء خيرا فإنهم لكم عوان قد أخذتموهن بأمان الله وميثاقه الغليظ. وإننا يعني عندما تأتينا هذه الجاهة الكريمة ونعلم من هم عشيرة الحصاد الذين يستحقوا هذه الأمانة نقول لكم ابشروا بعزكم وحيا الله هذا الزواج المبارك، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير، واشرب قهوتك واشرب عزك، حياكم الله.